التهجير في بلدنا شغال من اسكندرية لأسوان. البلد كل يوم تصحى من النوم تقرر تهجر بعض من أهالي أي مكان في العالم وأي مكان في مصر. الفيصل في الموضوع هو أنت عايش فين؟ لو عايش على نيل ولا عايش على بحر ولا عايش في منطقة فيها أثار ولا عايش على طريق دولي أو عايش على طريق زراعي أو قريب من حتة مهمة، يبقى أنت معرض للتهجير، والسبب أن المكان مكان عشوائي. الدولة بتحط عينيها وإيديها على أي حتة مهمة في أي مكان يجيب سبوبة ويجيب ملمين. وطبعا كالعادة المستثمر الإماراتي موجود، والمستثمر البحريني موجود، والمستثمر الصهيوني موجود، واللي معاهم فلوس موجودين. المهم البلد والدولة والنظام يطلعوا الأهالي. آخر حاجة يوم الجمعة اللي فاتت زي ما شفتوا في المظاهرات، أهالي منطقة نادي الصيد في اسكندرية قرار بتهجيرهم بعد إنفاق أكثر من 140 مليون من سنتين على تطوير المنطقة، لكن المستثمر عجبوا المنطقة فدخل السمسار المصري عشان يطلع أهلها ويسلمها له. نفس اللي حصل أو نفس اللي بيحصل دلوقتي في نادي الصيد حصل قبل سنتين تقريبا في منطقة جزيرة الوراق، اللي مرة واحدة قررت الدولة تحط إيديها عليها وتطرد أهلها منها عشان برضو في مستثمر من الدولة إياها معاه ملمين عايز يجي يحط إيده على المنطقة دي. وحتى منطقة نزلة السمان اللي في الهرم اللي الناس عايشة فيها بقالها عشرات بل مئات السنين، مرة واحدة الدولة شافت إن نزلة السمان دي بلطجية وعشوائيات، على الرغم إنهم أكتر من ساعد النظام الحالي على بقائه أو على وجوده وهجروا نزلة السمان. كلمني بقى عن الناس بتاعت محور المحمودية والناس اللي موجودة في مثلث ماسبيرو والناس اللي موجودة في بعض المناطق في اسكندرية. حالة أو وحش كبير جدا جاسم على صدور المواطن اسمه وحش التهجير، والحجة كالعادة إعادة التعمير أو الاستصلاح أو التطوير أو إن الأرض دي أرض البلد وإحنا عايزين ناخدها ونديها للبلد. آخر حاجة وآخر مكان حطت الدولة عليها حطت عينيها عليه كان منطقة الأهرامات. شايف المنطقة اللي قدام حضرتك دي؟ المنطقة دي ما ينفعش أو ما يقدرش حد يقول عليها إنها عشوائية، ولا حتى يقدر يقول إنها شعبية، ولا حتى يقدر يقول إن أهلها لسه واخدينها من كام سنة. الناس دي عايشة جنب الهرم بقالها مئات السنين، وكمان أكل عيشهم وشغلهم مرتبط بالهرم عشان كلهم أو معظمهم شغالين في السياحة. البلد قررت تاخد المنطقة دي أو تحط إيديها على المنطقة دي لأنها واحدة من أغلى المناطق في البلد، فطبعا لازم يهيئوا للمواطن ويطلعوا قال إيه أحمد موسى اللي مرة واحدة بقى وطني وبقى بيحب الوطن، فيطلع امبارح عشان يناشد سيادة الرئيس. أحمد موسى اللي بيناشد، يعني مش هم اللي قالوا له في ودنه أو بعتوا له رسالة من التليفون السامسونج قالوا له قول كده، طلع أحمد موسى امبارح عشان يناشد الرئيس والدولة والحكومة إنها تزيل الناس اللي موجودة في الهرم عشان اللي موجود على النيل يشوف الهرم، واللي موجود في مطار القاهرة يشوف الهرم. ومش مهم بقى أكتر من مليون أو 2 مليون مواطن موجودين في منطقة الأهرامات يتشردوا أو يترموا في الشارع أو يتقتلوا أو يتحطوا في السجون. المهم الكلام اللي عايزه السيد أحمد موسى واللي عايزاه الدولة يمشي على رقبة الجميع. اتفرج على أحمد موسى. أتمنى منطقة الأهرامات اللي واقف على نهر النيل يشوفها، واللي واقف عند مطار القاهرة يشوفها. منطقة الأهرامات تحتاج إخلاء كل ما هو بجوار أهرامات الجيزة. أي حد ماشي من أي مكان يشوف الأهرامات، ما أعرفش ده يتعمل إزاي، يتعمل ولا لأ، ولكن بقول طلب. هي المناطق اللي هنا كانت موجودة قبل كده ولا أماكن عشوائية دخلت خدت هذه المنطقة الأثرية؟ خدت هذه المنطقة الأثرية، نتكلم بوضوح يعني ما حدش يزعل مني. لازم تعود منطقة الأهرام زي ما كانت، زي ما كانت من 100 سنة. ما أعرفش يتعمل إزاي أو يتنفذ إزاي، بس المهم يتعمل. وعايز المنطقة دي ترجع زي ما كانت قبل 100 أو 150 سنة. عايز اللي موجود على النيل يشوف الهرم، واللي موجود في مطار القاهرة يشوف الهرم. كان ناقص يقول لي أنا عايز اللي موجود في قصر الاتحادية يشوف الهرم، واللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة يشوف الهرم. أحمد موسى وكأنه بيبعت رسالة أو بيهيئ الرأي العام المصري لاجتياح أو تهجير أكثر من 1,500,000 مواطن مصري موجودين في منطقة الأهرامات. طبعا تفاعل واسع وكلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي
ردا على إعلام النظام أحمد موسى صاحب التغريدة بيقول بدأ بجزيرة الوراق وبعدين هدم مساجد ومقابر أثرية وبعدين إزالة البيوت المخالفة وآخرهم إخلاء بيوت نادي الصيد. والنهاردة أحمد موسى بيلمح بإخلاء منطقة الأهرامات مصر ملكية خاصة للمجلس العسكري يقول صاحب التغريدة. أما أمل فبتقول طيب عزبة نادي الصيد منطقة عشوائية وليكم حجة في نقل الناس، لكن منطقة الأهرامات جميلة وراقية، يا ترى هتبقى إيه حجتكم؟ وطبعا طالما المخبر أحمد موسى اتكلم في الموضوع ده هيبقى تمهيد فعلا. مسعد أبو فجر بيقول أحمد موسى أتمنى اللي واقف عند المطار يشوف منطقة الأهرامات، الجنرال وصفي وقف فوق الكتيبة 101 وقال إنه عايز يشوف مطار العريش من فوق الكتيبة، يقصد مسح كل الأشجار الواقعة بين الكتيبة والمطار. أنتوا فرحتوا بما يفعله جيشكم في عرب سيناء وأنا قلت سيناء هي البداية، سيناء لن تكون النهاية، يقول الناشط السيناوي مسعد أبو فجر. أما سناء فبتقول أي حد ساكن في مكان مميز على النيل أو على بحر هيتهد بيته ويترمي في شقق مساكن في الصحراء، الأماكن دي لأصحاب الرتب والملايين وشولة الرز وانت لاجئ في بلدك، تقول سناء ردا على كلام أحمد موسى. أخيرا عمر الشاذلي بيقول نظام السيسي قرر هدم كل منازل وعقارات المصريين الموجودة بالقرب من منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة وبدأ إعلامه يمهد لذلك، صحيح أن هناك أماكن عشوائية كثيرة هناك، لكن إلى أين يذهب سكان تلك المناطق الذين يصل عددهم إلى أكثر من 1,000,000 إنسان تحديدا سكان منطقة نزلة السمان؟ يبقى البداية كانت بتهجير منطقة نزلة السمان المتاخمة للأهرامات، ودلوقتي أحمد موسى وبعض إعلامي النظام يتحدثون عن تهجير كامل ومسح كامل لأهالي منطقة الأهرامات كما حدث في سيناء من مسح وتهجير، وكما حدث أيضا في بعض المناطق المصرية آخرهم كان منطقة نادي الصيد، وقبلها حدث ولا حرج مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق ومحور المحمودية. متى ينتهي مسلسل التهجير ضد المواطن المصري صاحب الأرض؟